دعاء النجاح لطلبة المدارس والجامعات. يا ربي يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا من الطلاب أرسلوا لي طلبات يطلبون مني أدعية للنجاح، وأنا وضعت أدعية رائعة للنجاح في القناة، ولكن أدعية النجاح كثيرة. لهذا قررت أن أستجيب لهم وأضع دعاء مميز للنجاح، إيمانا بقول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: الدعاء هو العبادة، ومصداقا لقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وهذا هو الدعاء الذي اطلب منكم ان ترفقوه في ردودكم ان شاء الله، ليس ان تكتبوه بل ان ترددوه. اللهم نسالك بعزتك وجلال قدرك وعظيم سلطانك وبكل اسم سميت به نفسك او ذكرته في كتابك، يا خالق السماوات والارض، يا من ليس له حاجة بنا وكل أمرنا بحاجة إليه، يا من لا تدركه الأبصار ويدرك كل شيء، يا مجيب الدعاء، يا من لا نملك ربا سواه، أدخل السرور والفرح في قلوب جميع طلبة المدارس والجامعات، وارزقهم نجاحا باهرا، واعطهم على قدر تعبهم ونصبهم. اللهم أفرحهم ولا تترحهم، واعطهم ما يتمنون وأكثر. أنت القادر لا قادر سواك، أنت المسيطر لا مسيطر غيرك، سبحانك يا أرحم الراحمين. يا رب أسألك بإيماني بك وإيماني بنبيك محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك بحبي لك وبحبي لنبيك محمد عليه الصلاة والسلام أن لا تردنا خائبين، ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، يا أكرم الأكرمين، يا رب يا رب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا أتممت مشاهدة الفيديو لا تنسى عمل لايك وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. مع تحيات أختكم مريانة.